سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدو وللدين إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يحزم جندك ولا يخلق وعدك. سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في فلسطين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم ارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم كما جمعتنا في هذا الدنيا، اللهم فاجمعنا في جنات النعيم. اللهم
اللهم فاجمعنا في جنات النعيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.